السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير رؤية اسم الله في المنام. تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية اسم الله جل جلاله في المنام قد تشير أيضا إلى التوفيق والنجاح في الحياة وحصول الرائي على أعلى سبل النجاح، فهي بشرى عظيمة له بتحقيق كل ما يتمناه وما يسعى لتحقيقه والوصول إليه. رؤية اسم الله تعالى في المنام قد تبشر الرائي بحصوله على منصب رفيع، ولكن على الرائي الحذر من عدم مراعاة الضعفاء والمساكين، فيجب عليه مراعاتهم والوقوع بجانبهم. رؤية اسم الله تعالى في المنام تبشر الرائي بقبول توبته النصوحة إلى الله وتركه للمعاصي والإثام والرجوع إلى الله تعالى. من رأى في المنام أنه يقوم بذكر الله تعالى فهذا يشير إلى النصر على الأعداء والملحدين له. من رأى في المنام أنه يقوم بذكر الله وهو في اليقظة لا يذكره فهذا يشير إلى المشقة والمرض التي يصيب الرائي، وهو يتضرع إلى الله بالدعاء ليزيح الشقاء والهم، ولو كان صادقا في هذا فسيرضى الله بالشفاء والبركة والخير ويفرق كربه. كلمة الله في المنام للفتاة العزباء، كلمة الله في المنام تحمل كل الخير والبركة للرائي، فقد ترزق الفتاة بالكثير من الخيرات والأماني والإطمئنان. فقال تعالى اسم الله الرحمن الرحيم إلا بذكر الله تطمئن القلوب. من رأت في المنام اسم الله جل جلاله فهذا يشير إلى الخطبة عن قريب أو الزواج بإذن الله تعالى. وإذا كانت الفتاة على قرب من الله سبحانه وتعالى فسوف ترزق بالزوج لين القلب ويحبها ويخاف عليها ويحاول إسعادها قدر الإمكان. كلمة الله في المنام للمرأة المتزوجة، من رأت في المنام اسم الله عز وجل فهذا يشير إلى قدوم الخير لها وهداية زوجها ورزقها بالخير الوفير والرزق الحلال. من رأت في المنام أنها تنادي الله عز وجل باسمه الله فهذا يشير إلى الفرج من بعض الضيق وإشارة من الله لها بكثرة الدعاء إلى الله، وسوف تجد السعادة والراحة في حياتها. رؤية اسم الله في المنام للرجل الصالح، كلمة الله تأتي في أغلب الأحيان للأشخاص الصالحين الذين يسعون إلى حب الله أو التقرب إليه ومراقبة الله في كل الأعمال. من رأى في المنام اسم الله سبحانه وتعالى وقد يعمل هذا الرجل الأعمال الصالحة في اليقظة فهذا يشير إلى إشارة من الله على استمرار ذلك الشخص بقيامه بهذه الأعمال الصالحة لوجه الله تعالى، وإن الله سوف يجازيه خير الجزاء وإنه قد يكون سببا في دخول الجنة بإذن الله. رؤية كلمة الله مكتوبة في السماء في المنام، من رأى اسم الله في المنام مكتوب على السماء بالسحاب فهذا يشير إلى التوبة من الذنوب والمعاصي وقبوله من الله تعالى وزيادة في الرزق والخير والبركة في الحياة العملية والشخصية، وسيرزقه الله التوفيق والصلاح. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن ظهور أو كلمة الله في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فصل حلمك مع ياسمين.